لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك العروسين وأن يبارك فيهما وأن يجمع بينهما في خير. وضع المرأة في المجتمع أحد نقاط الصراع الأساسية بين الحضارة الإسلامية وبين الحضارة الغربية، وأحد نقاط الضغط المستمر المتواصل على المجتمعات المسلمة لمحاولة صرفها عن العلاقة السوية التي أقرتها كل شرائع الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وهي علاقة الزوجية التي تنظم من خلالها العلاقة بين الرجل والمرأة حسيا ومعنويا. ويستقر المجتمع في ضوء مشاركة حقيقية صادقة، ليست بالكلام ولكن بتوزيع المهام وبمساواة مع ولود قوامة، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. المسؤولية المشتركة في داخل البيت وفي المجتمع كله من أجل الحفاظ على قيمه وعقيدته وعبادته وأخلاقه وسلوكه وسائر مبادئه التي يفقد هويته إذا فقدها. وبقاء العلاقة بين الرجل والمرأة في مجتمعاتنا في ظل الزواج دون غيره من أطر العلاقة المحرمة التي انتشرت في دول العالم ومجتمعاته، مصدرة من الغرب الذي ألحد لا يلزم منه إنكار وجود الله، ولكنه ألحد في الجملة من جهة إنكار الشرائع. كثير منهم يثبت وجود الخالق لكن بلا معنى، بلا أمر ولا نهي، بالسدى الذي ذكر الله عز وجل. وكثير منهم إن لم يكن أكثرهم لا يقرون وجوده. فالغرب صار وثنيا كما كان قبل دخول المسيحية أو دخول النصرانية له. فهذا الأمر الذي يتم اليوم، وفي الحقيقة يكثر بحمد الله تبارك وتعالى في هذه الأيام، يعني أفراح الإخوة والأخوات أو قل الأبناء والبنات بالنسبة إلى بداية الدعوة. فأخونا الكريم أحمد مسعود يعني يحتفل بزواج ابنته، وهذا الجيل الثاني، وأحيانا الآن يكون الجيل الثالث. الأحياء أحيانا يكون هناك أجداد يزوجون أحفادهم، والحمد لله أنها تكون على الالتزام. لذلك نقول أن هذه المسألة من أعظم أسباب المحافظة على هوية الأمة وأخلاقها. والوسائل التي يحاول بها الأعداء ضرب هذا الأمر في الأمة متعددة، منها وسائل إعلامية، منها وسائل ثقافية، منها وسائل فنية. ولقد جابت فرق فنية محافظات الجمهورية خلال شهر رمضان تعرض الفن في الشوارع، وإن لم يشعر بها الكثيرون بحمد الله، لأن الباب أوسع من أن يغطى. إذا كان الدعاة لم يغطوا معظم المجتمع فالفرق لن تكون مغطية، لكن هي محاولات مبذولة في أن يرى الناس الرقص في الشوارع ولا يستنكرونه.
يعني محاولات إعادة الأمر إلى ما كان عليه من اعتبار هذه المنكرات نقصا وشرا غير مقبول، محاولات سوف تأخذ جهدا كبيرا، لكن لا بد من بذلها. لذلك نقول تأسيس الأسرة المسلمة وبناؤها على الالتزام والمجاهدة من أجل نجاحها. ليه هو مش الأصل نجاحها؟ صحيح، بس العقبات كثيرة جدا والمشاكل محتملة وللمشاكل كثيرة، والمزاج الآن ثوري ومتوتر عند الجميع، وسهولة المعاملة أصبح كنزا مخفيا يبحث الناس عنه. ألا أخبركم بأهل الجنة؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال، قالوا بلى، قال كل مؤمن هين لين قريب سهل. فأهم القرب والسهولة والليونة أن يكون مع الأهل، والإيمان هو الوصف الجامع القرب. وهذا مع انشغالات الحياة قد يكون صعبا في طول المدة التي يقترب الإنسان فيها من أهله وأولاده، ليس أهل الدعوة فقط كما قد يظن البعض، بل أهل الدنيا أشد انشغالا، لكن القرب يمكن أن يحصل بلحظات صادقة من العلاقة القائمة على السكينة والمودة والرحمة. ودائما المؤمن يبارك الله له في القليل، لذلك أقول لابد من المجاهدة من أجل النجاح، لابد من تطبيق نظرية أو فكرة أو نظرة النظر إلى النصف الكوب الملآن وليس نصف الكوب الفارغ. كلنا فينا عيوب وكلنا فينا نقائص، وإذا أردت الكمال فكن كاملا ولن تكون، فلا بد إذن أن تحتمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. وهي كذلك بالأولى، لأن لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فإذا كان عليه أن ينظر إلى ما يرضاه من أخلاقها كان عليها أن تنظر أيضا إلى إيجابياته ولا تنظر فقط إلى سلبياته حتى لا تبغضه. ورأيت بيوتا فيها من عوامل النجاح ما فيها، لكن تفشل بسبب كثرة النظر إلى السلبيات وإلى التعامل بغلظة وحدة من الطرفين، وعدم وجود الحوار الذي نحتاجه جدا، الحوار البيتي، الأسرة المتوائمة المتوافقة، التي وإن اختلفت فيها الآراء أحيانا إلا أن جو الود والحب يجمعها ويشملها، وتأكيد مشاعر الأبوة والبنوة من خلال الكلمات الطيبة والأخوة. وقد ذكر الله لنا هذه الألفاظ في القرآن بطريقة تذيب القلب ودا لمن كان له قلب. إذا تأملت قول يعقوب عليه السلام، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك، وقول إبراهيم، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، وقول لقمان، يا بني لا تشرك بالله، وقول يوسف عليه السلام، يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، وقول إبراهيم عليه السلام، يا أبتي لا تعبد الشيطان، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني، وقبلها يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني آسف لخلاف الترتيب، لكن الغرض المقصود أن هناك تذكير دائم بالعلاقة التي بين أفراد الأسرة، كما قال هارون لأخيه
يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، يا ابن أم. وهكذا كانت علاقة الصحابة رضي الله عنهم، التذكير بعلاقة الأبوة، البنوة، الأمومة، الأخوة، ليظل رباط الأسرة قائما على الحب والود، لا الأسري فقط ولكن يضاف معه الشرعي في الله سبحانه وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ بالمجتمعات المسلمين وبلادهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعافينا من البلايا والمحن، وأن يجعل البيت الذي يؤسس اليوم بيتا مسلما على طاعته، وأن يجمع بين الزوجين في خير، على الخير والبركة وعلى خير طائر. بارك الله لكما وعليكما وجمع بينكم في خير. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.